ليش عم بدأ الشاشة هيك؟ ليش من بعض الليل؟ خلص خلص آخر إيش نشرح لغاية ما نوصل المتر وقت إيش متى حتبدأ المتر بس 11 يعني وقت إيش يعني اليوم كم التاريخ اليوم قد إيش تاريخ 19 السبت الجاي قد إيش 9 صح يعني مش السبت الجاي اللي بعده يعني كمان أسبوعين طيب يعني لغاية ما نوصل يعني بنكون إن شاء الله خلصت على الأقل شابتر 6 كمان وتلبتان هيكون خاشش في شابتر 6 وإذا خلصت شابتر بيكون خاشش عقد ما تخلص لغاية ما نوصل The processes عشان تعمل interaction شفنا طرق عديدة أخيرا كان المونيتور لكن ممكن تعمل interaction يعني synchronization and communication وتبادل المعلومات عن طريق المسج باسنج مثل المسج باسنج عن التكنيكس اللي فاتت انه ممكن يستخدم في الديستريبيوتد سيستمز بالاضافه طبعا للشير ميموري مالتي بروسيسور اند يونيك بروسيسور سيستمز التكنيكس اللي فاتت اللي هي السكور سوليوشنز تبع نيكار وباتنسون والهاردوير سوليوشنز والسيمافورز والمونيتورز هذه معموله لسيستم واحد يعني شير ميموري سيستمز اذا في مالتي بروسيسور او يونيك بروسيسور سيستمز لكن اذا بدك تعملي كوميونيكيشن بين تو بروسيسز واحده على السيستم هنا والثانيه على السيستم الثاني وواصلين للنتورك ساعتها بدك المسج ايش باسنج هذا المسج بدك بين باراليل لدى السيستم بالاضافه للسيستمز اللي هي اللوكال إذا
له أشكال عديدة المسج باسنج أوكي، لكن في الأساس بيعتمد على pair of primitives، على send وعلى receive. في send call بسموه primitive وreceive إيش اللي هو call. هذا المينيمم، هذا المينيمم set of operations اللي بتلزمه عشان يعمل مسج إيش اللي هو passing. أوكي، إذا process بدها تعمل send باستخدام send primitive أوكي، تحط المسج اللي هو هنا أو عنوان اللي هو المسج، وتروح كاتبه في البارامتر هذا مين راح يسلم المسج اللي هو بايه ديستنيشن، اللي هو الديستنيشن. اذا في بروسيس بدها تعمل اللي هو ريسيف ذا مسج، تكتب هنا بدها تسلم من مين، وبالتالي اللي هو السورس، وهنا بتدي بتباص عنوان فيه حتنحط المسج اللي حتستقبلها، حتنحط المسج ايش اللي حتستقبلها. في ديزاين ايشوز عديده خاصه بالمسج باسنج، عملهم لستنج في التيول اللي فاتت، لكن احنا هنمر عليهم اشتباعا هالجيم ماشي، هم ملخصين في التيول هنشرحهم بالتفصيل فيما يلي ان شاء الله. اول شيء قضيه اللي هي السينكرونايزيشن، اوكي، بما انه بيكون في ليش المسج بتوين البروسيسز، معناته في some kind of أو some level of synchronization between the process مشيك ولا لازم يكون فيه. يعني مثلا synchronization على تنصيب، synchronization على تنصيب، يعني receiver ما ينفعش يسلم اللي هي مسج لغاية ما يكون البعث مضبوطة، لا هذه أول شغلة. زي حكاية اللي بيجوز لك consumer ايش problem اوكي، يعني لو حاول يسلم ولسه فيش اشي مقبول ساعتها المفروض يصير something ما يقدرش يسلم اوكي. و طيب بعد ما البروسيس تعمل اللي هو send، تقول انا بدي send بدي ابعت او بدي استقبل، بعد ما تبعت الكول هذه او الكول هذه ايش المفروض يصير؟ بدنا نفصل فيهم. في الاول نشوف ايش اللي هو send primitive اوكي. لو البروسيس اللي هي تعمل سكوب للسند اللي هو بريمتيف، فيها لقيت احتمالين اوكي، او في طريقتين، اما ان البروسيس اللي عمل السند نعملها بلوكينج لغايه ما البروسيس اللي مبعوثه الها المسج تسلم تمام اوكي، او لا، او لما تعمل سند تعمل سند خلاص والكول بتاع السند تعمل ريتيرن which is not blocked. يعني سند في كم خيار، اما انه لما تعمل سند المسج انه it is blocked لغايه ما طرف ثاني يسلم ايه المسج، او خلاص تبعت سند وعملت على خلاصات والسند تعمل ريتيرن، تعمل البروسيس تكمل الكود اللي بعد ايش اللي بعد اللي هي السند. هذا بالنسبه للسند. نفس الشيء بالنسبه للريسيف، في تو برضو ايش في تو بوسيبيليتيز، في احتمالين، في امكانيتين تمام. اذا البروسيس عملت ريسيف وكان في اوريدي مسج مبعوثه تمام، ساعتها المسج بيتم استلامها والريسيف بترجع والبروسيس بتكمل الكود اللي بعد الريسيف، يعني فيش بلوكينج. هذا هو الاحتمال اوكي. او لو ما فيش مسج، لو البروسيس عملت ريسيف وما فيش لسه مسج مبعوثه، هنا في احتمالين اوكي. اما انه البروسيس اللي عملت مسج يصير بلوكينج لغايه ما يجي مسج تسلمها وترجع تمام، او اذا ما لقيتش ترجع بس ما استلمتش وياش ولا ايش، وساعتها اللي هي الريسيف كانه ما صارت وراحت في الطريق وهو ما استلمش شيء وبيكمل الكود اللي بعده تمام اوكي. وبالتالي كل من السندر والريسيفر ممكن يصير له بلوكينج او نو بلوكينج مش هيك ولا، اللي بيصير عمليا في الاشي المنتشر الكوبانيشنز اللي هي المستخدمه، في ثلاثه كومن كوبانيشنز ويتش ار ان يوز تمام. فاي اوبريتنج سيستم في الغالب بيعملوا كومبيتيشن لواحده منهم او تنتين من التالي، او تنتين ايش من التالي، ولا الريسيف ممكن يصير بلوك او نو بلوك مش هيك ولا، وهكذا مين
السن. طب الاثنين على بعض بيستخدم سيب ان سن، ايش الكومبانيشن اللي هي المشهوره؟ الثلاثه اللي هو التالي، اما انه يستخدم بلوكينج سن وبلوكينج ريسيف. تمام، يعني السندر او ريسيفر لو عم السندر اذا عمل سند او ريسيفر اذا عمل ريسيف، الاثنين ذي ار بلوكت لغايه ما تم استلام ايش؟ المسج. هذا السكيم بيسموه له راندابو، الكلمه الفرنسويه راندابو. راندابو يعني موعد، زي واحد مثلا واحد صح بقول له حلاقيه في المكان الفلاني، اوكي، اساس واحد يسلي سلم شغله، اوكي سلم شغله. طبعا اي واحد يعني اللي حيسلم هو هذا السندر، واللي حيجي تاني هو هذا المسلم. لو هذاك راح على المكان ما لقاهوش حيضطر يستنى مع انه سندر، والريسيفر لو اجى قبل الاولاني ما لقاش هذاك حيستنى مشيك، ولا مش حيتم المبادله غير لما ايش؟ لما يسموه راندابو موعد. وهذا بيفيد هذا فور تايت سينكرونايزيشن بين البروسيسز، على سان يد بيد يعني. اذا بدك التنسيق محكم وكذا ممكن تستخدم راندابو بلوكينج سين اند بلوكينج ايز اللي هو ريسيف. اوكي، الكومبانيشن اللي هي الثانيه نون بلوكينج سين اند بلوكينج ريسيف، يعني السندر بيعمل السند عادي وبستناش it is not blocked، لكن اللي هو الريسيفر لو عمل ريسيف ولسه فيش المسج ايه بيصير له؟ بيصير له بلوكينج لغايه ما توصل المسج. تمام، وهذا بيقول لك المسج كومباينيشن. اوكي، على اعتبار السندر اذا بعت شيء مش لزوم يضل هذا ذلك يضل يستنى. الريسيفر اذا حب يسلم رساله from some destination ولسه فيش رساله واصله بضل يستنى. هذا اذا شغله بيعتمد على الرساله، يعني ما ينفعش يكمل الا لما يسلم اللي هو المسج. اوكي، وبالسكيم هذا تقدر البروسيس الواحد تعمل سند لاكثر من مسج، صح ولا لا؟ لكذا destination اذا مش محتاج تستنى كويس كل مره بتبعت وخلص، بعتك وخلصت مظبوط، تبعتهم بسرعه وبتخلص. اوكي، لكن وبيفيد في اذا في بروسيس اوكي ما ينفعش تكمل شغلها لغايه ما تسلم المسج، المسج معناته السكيم هذا الكوبانيشن هذا يوسفل لها مش هيك ولا؟ على اعتبار هي هيك هيك مش هينفع تكمل الا لما تسلم ايش؟ المسج. لذلك اذا عملت ريسيف فيس مسج اتز ايش؟ بلوك اتز ايش؟ اللي هو بلوك. الكوبانيشن الثالثه النون بلوكينج سند نون بلوكينج اللي هو ريسيف. في الحالتين السند نون بلوكينج، يعني اذا بعت سند ما بستناش خلص ببعته خلص. النون بلوكينج برضه لو ما فيش رساله برضه ما بستناش، لو في بياخذ وبيمشي مش هيستنى طبعا اكيد، لكن ما فيش برضه ايش؟ ما بستناش. نون بلوكينج اللي هو ريسيف. اوكي، طبعا النون بلوكينج سين يعني هي الطبيعيه اكثر لمعظم التاسكس شايف ولا؟ يعني بدي لك مثال. اوكي، يعني لو ممكن تستخدم اللي هي السند مسج بانه مثلا بروسيس تطلب سمثينج من بروسيسز اخرى. اوكي، وبالتالي بتقدر تطلب السمثينج اوكي بشكل مسج وتكمل ما تستناش لغايه ما يجيها ايش؟ something اللي هي اللي طلبت. اوكي، وبناء عليه تكمل تشوف ايش بدها تسوي. لكن ايش عيب اللي هو النار لوكينج اللي هو سن؟ لانه هو بيبعت المسج و it is not block و it is not block، فممكن يبعت عدد كبير من ايش؟ من اللي هي المسجز. اوكي، وتكون لسه ما حدش استلم. طبعا كل مسج بتنبعت بتحط في بفر، تحط ايش؟ في بفر بتاخذ ميموري. اوكي، بالتالي ممكن الميموري البفرز الافيلبل تنتلي ولسه مش حد استلم بتراكم. يعني هي نون بلوكينج بتبعت وخلص حتحط في بفر ورجع. يعني بتضلها بتروحش؟ اه بتطلع طبعا بتروحش. حتى لو ما حدش استلمها؟ اه طبعا، بتضل لغايه ما يجي حد يسلمها. فلو في سيستم مثلا عامل حساب فيه 100 بفر مثلا. اوكي، ابعت اول واحده انحطت في البفر، هي واحده ولسه ما حدش استلمها. والسيستم الثاني في ما استلمتش. والثانيه صارت ثلاثه بفر خل راح ال 100.
هذا ميزته عيبه ممكن اللي هو ايش يعني المسج تتراكم وياخذ من السورس تبعت السيستم وذات ايش اللي هو الميموري. كان في دينجر في خطر ثاني في عيب ثاني اللي هو ايش انه النوب لوكينج مسج بصير على عاتق مين اللي هو انه استلام المسج البروجرامر، يعني لازم الريسورسز تستخدم، يعني هلقيت احنا بعتنا مسج تمام، كيف حيتعرف المسج تم استلامه ولا استلمهاش؟ لازم في وقت ثاني في البروسيس يفحص هل اجاله مسج زي اكنولج مثلا، استخدم الريسيفر لازم يبعث له اكنولج يعني تم استلامه او تم استلامه، انما رندبوه تلاحظي اذا النوب لوكينج اذا بعت استنى لغايه ما بدك تسلم، مجرد ما هذا فك هذا راح هذا راح اكيد هذا بكون ايش معناته ايش تم الاستلام، لكن اذا هيبعت مش حيعمل تشيك، اذا حيعرف اذا حابب يتاكد وتم استلام المسج لازم اللي هو الريسيفر يبعث له ريبلاي يبعث له اكنولج مسج يقول انا استلمت ايش المسج، هذا بصير مين البروجرامر البروسيس يعني سم كود سموير في الكود تبع البروسيس يعني ايش يقرا مسج من ال يشوف ايش جاي له هو مسج نفسه هذا اللي بعد ويشوف هل في احد ريبلاي من ريسيفر معين او كذا عشان يعرف هل تم استلام المسج او لا. بالنسبه للريسيف يعني معناته اجمالا النون بلوكينج للسندر هو طبيعه اكثر والافيد اجمالا ولو ما فيها عيوب. بالنسبه للريسيف البلوكينج هو النيتشرال المور نيتشرال اوكي للبوكات بروجرامينج بروجرامينج على اعتبار لما تطلب اللي هو مسج لما بروسست بدها تعمل تبعت ريسيف بتكون في الغالب الشغل تبعها يتوقف على مين؟ على المسج يعني الداتا اللي فيها حتكمل عليها حتشتغل علينا بالتالي وبالتالي اذا وقفت هي مش حتنطر يعني هي لازم توقف اوكي وبالتالي في الغالب بيكون الافيد لها انه هي يصير لها بوكينج البوكينج فيرجن تمام بحيث اول ما تيجي المسج تسلمها وبترجع وبتكمل بعد كده الداتا اللي استلمتها المسج اللي استلمتها واذا داتا او كنترول ممكن تكون داتا او كنترول المسج على فكره تكمل على اساسها تكمل على ايش؟ على اساس لكن ايش الديس ادفانتج ايش ممكن يصير في البوكينج اللي هو ريسيف لو في بروسيس عملت ريسيف ولقت ما فيش مسج ايش حيصير لها؟ بلوكينج اوكي لكن اتز بلوك مش هيك ولا وفي سندر راح بعت لها مسج تمام لكن مسج ايش صار لها في الطريق از لوست فقدت راح ايش حيصير في الريسيفر في الحاله هذه؟ حضل بلوك ويكون فوريفر مش هيك حضل ايش؟ حضل ايش اللي هو البلوك اوكي او لو في مثلا البروسيس عملت ريسيفر ما لقاش في مسج حيصير له بوكينج البروسيس الثاني المفروض يبعت سن صار له فيل لسبب او لاخر ونعمل له تيرمينيت اند اكزت ساعتها مش هينبعت مسج ساعتها برضه صور والايش والويت اللي هو فوليوم مش هيك ولا اي نعم الى حلول طبعا الشغلات هذه اوكي يعني هي الحل المباشر في المقام اللي بتكلم فيه انه يستخدم نون بوكينج ريسيف نون بوكينج ايش؟ ريسيف لانه يبعت ريسيف لو في مسج بخدها بيجي ماشي لو فيش مسج برضه بيرجع خلاص بقول بكمل شغل على اساس ايش ما بدوش اللي هو مسج اوكي This is one ايش اللي هو solution. Okay. Okay. لكن في برضو عاملين اللي هو فيرجن من الريسيف ايش بيسوي؟ خلي البروسيس اللي ايش تعمل؟ تعمل في الاول تيست. شوف هل في قبل ما تبعت ريسيف تعمل سم تيست سم اذر كول شوف هل في مسج ولا ما فيش تمام بيعمل تيست
اذا في مسج من غير ما يبعث رسيف من غير ما يعمل رسيف اوكي اذا في مسج بروح اعمل رسيف حيطلع له مسج طبعا في الغالب انه ايش انه مش حيشيل له حياخذها مش حياخذها غيره تمام ويجي ياخذها ويجي ماشي بالتالي تقول نط بلوك لكن لو فيش مسج ببعثش ايش رسيف ببعثش ايش اللي هو رسيف اوكي ماشي اوكي طبعا مستخدم التكنيك هذا في حياتنا يعني مرات كثير قبل ما نعمل نروح المشوار الفلاني بنص تليفون كذا في غدا بالك كذا في غدا بنروح مثلا بالك كذا في غدا خلاص تويز تايم اندر شيك ولا اوكي انما لو هو راح على العمانيه كذا ساعتها ويل بي بلوك مثلا او مش حياكل او يحصل سمثينج شيك ولا اي نعم اوكي بيعمل ايش؟ بيعمل اللي هو تيست في الاول اذا في مسج ببعت الرسيفر تمام اذا فيش مسج بيعملش ايش اللي هو الرسيفر اوكي طيب طيب الادرسنج لما البروسيسز بتخاطبوا بتعاونوا بيتصلوا باستخدام المسجز كيف بتتم العنونه العناوين كيف طرق العنونه اوكي لما انه بدي اقول مثلا سند مثلا دعمل سند اوكي اوكي طب هيبعت لمين اوكي طب لما اقول ريسيف مثلا استقبل من مين لابد من طريقه تسوي ايش اللي هو الادرس اوكي الادرسنج سكيمز ممكن تقسيمها الى تو كاتيجوريز دايركت ادرسنج اند ايش اندايركت ادرسنج دايركت اللي هو ادرسنج السن بتحط السبيسيفاير الايدنتيفيكيشن الاي دي تبع الديستنيشن بروسيس بعد لما شفنا في الاول السن والريسيف كان في الاول اللي هو ديستنيشن شيك ولا هذا بيكون الاي دي تبع مين تبع البروسيس اللي مبعوث له اوكي ماشي في الريسيف هذا الدايركت سند بحط رقم للبروسيسنج اي دي تاع البروسيس از ديستنيشن از بارامتر في السند البريمتر اوكي الريسيف ايش بيسوي في الدايركت اوكي بنعمل بطريقتين اول طريقه اذا هي بدها تسلم من بروسيس محدده اوكي رساله تمام ساعتها بيكون في الريسيف رقم البروسيس اللي هتسلم منه اللي هتسلم ايش منه لذلك المفروض مسبقا بتكون مش عارفه مين المفروض اللي هتسلم تمام هذا شغل اوكي وبالتالي بيكون في تو بروسيسز بيبعتوا بيسلموا من بعض فبتكون يا بتقول انا بدي اسلم من فلان من ايش من فلان من البروسيس الرقم ايش اللي هو كذا لكن مرات في تطبيقات بيكون البروسيس بدها تسلم something لكن مش هممها او ما يعني صعب انها تعرف مين حتسلم بيهمها تسلم something هي بتسلم something اوكي زي البرنتر سيرفر بروسيس بيكون في سيرفر اوكي بيطبع كويس وبيجيله طلبات من كلاينتس لطبع ملفات تمام على شكل مسجز وبالتالي السيرفر بيسلم مسجز لقيت السيرفر ما بيهموش مش فارقه معهم من وين جاي الريكورد بشكل ولا من وين جاي الريكورد بين من كلاينت هذا من كلاينت هذا او من هذا بشكل ولا اي نعم في الحاله هذه بيستخدم امبلت ادريسنج تمام ساعتها السورس في البارامتر الاي دي تبع السورس في الريسيف بريمتيف تمام بتحط مثلا اني مثلا وان وي مثلا او لما ترجع الريسيف تمام بيكون هو البارامتر رجع لك مين البروسيس اللي استلم منه يعني انت بتبصيله بتقوله مش مهم انا ممكن اسلم اي حد سم ارجومنت قيمته انا ممكن اسلم من ايش اي حد لما الريسيف ترجع ايش بيكون قيمته حد لنا في ايوه البروسيس اللي استلم منه تمام اوكي ماشي هذا الدايركت ادريسنج الطريقه الاخرى الاندايركت ساعتها المسج في الاندايركت بتمش اللي هي ارسالها بتويل البروسيس بشكل مباشر
اوكي لا بيكون في سم شير داتا ستراكشر بينهم، يعني في بروسيسور ريسورسز وفيهم داتا ستراكشر بيسموه ميل بوكس، صندوق بريد بيسموه ايش؟ صندوق بريد. اوكي تمام، بيسموه ايش؟ ميل بوكس. وبالتالي البروسيس بدها تبعت مسج للبروسيس ثاني بتحطها وين؟ هو مكتوب في عنوان البروسيس الثاني، والبروسيس اللي زبطها مسج بتاخذ من مين؟ من البوكس اللي إلا بتاخذ، هو مكتوب لمين الديستنيشن؟ هو ميل بوكس واحد لكل البروسيسات ولا بكل البروسيسين ميل بوكس؟ البوكس هنفصل فيها الجيت تمام؟ فبيستخدم ايش؟ الميل بوكس، اللي بده يبعت بحط في الميل بوكس، واللي بده ياخذ يعمل شيء بيستقبل مين؟ من ايش اللي هي الميل بوكس. اوكي وميزه الطريقه هذه انه عمل ديكابلينج، فصل بتوين ايش البروسيسز وتوين ال يعني خلى حكايه يعني بدل ما يتصل باتصال اللي هو مباشر عمل بهم ايش الميل بوكس زي البريد لما راح يوصل صندوق بريد، يعني هو بيقدر يعني يلغي صندوق البريد ويبعت شغله لواحد يبعت له بشكل مباشر مثلا. بس فعلا بتتعب وتغلب الشيخ ولا اسهل بيكون الميل بوكس مثلا انا يبعتوه على الموبايل والعنوان والميل بوكس انا قالوا للناس بدل الميل بوكس تاعي رقم ايميل يبعتوه الناس على الميل بوكس ميل، وانا كل فتره وفتره بروح على الميل بوكس بفتح الصندوق ميل مفتاح وبشوف اذا فيش بس مضبوط ولا اسهل مضبوط ولا بدل ما يكون اتصال مباشر وتوير البروسيسز بيستخدموا الميل ايش؟ الميل اللي هو بوكس في فلكسبيليتي اكثر مش هيك ولا اوكي. الريليشن شيب طيب لقيت باستخدام الميل بوكسز اوكي بصير الريليشن شيب بين السندر على السيفرز لها اشكال عديده 1 تو 1 ماني تو 1 1 تو ماني اند ماني تو ماني طلع الفيجر عمال بجاوب على السؤال اللي بدينا نجاوب فيه هاي ال 1 تو 1 بهاي بروسيس هذا سندر وهذا سندر وبينهم في ميل بوكس بس مو هذا خاص فيهم بس تمام في اللي هي الماني تو 1 ماني سندرز بيحطوا ايش في ميل بوكس مشترك تمام سموه بورت مرة اوكي والرسيفر بياخذ من البورت هذا او من الميل بوكس اللي هو تمام او في عندك هنا ال one to many one sender بيحط في الميل بوكس وفي كذا ايش ريسيفر بياخذوا من الميل بوكس بياخذوا من الميل بوكس في عندك اللي هي money to many يعني بكون ميل بوكس واحد وكذا السندر بيحط في الميل بوكس وكذا ريسيفر بيعمل ريسيف وبيعمل ريسيف من مين من الميل اللي هو بوكس ال 1 تو 1 ميزته انه خلص بيكون الكونكشن هذه ديديكيتد اللينك هذه بوكس خاص فيه تمام يعني بتكون وانا بروسس بس بتحط وحده ايش اللي بتاخذ فايش نحط في الميل بوكس معروف لمين للبروسس ايش اللي هي هذه الثانيه واضح والبروسس اللي حتبعت بتحط بس في الميل بوكس ايش اللي هو هذا اوكي الماني تو 1 مفيده لمين للكلاينت سيرفر انتر اكشن تمام يعني بيكون اللي في كذا كلاينت بدهم خدمه من سيرفر ويطلب الخدمات عن طريق ايش؟ مسجز ساعتها بيكون في كومن ميل بوكس الكلاينت بتحط مسج وين؟ في الميل بوكس والسيرفر بيخدم الكل سنجل سيرفر بياخذ من الميل بوكس وبيشوف ايش طلباته هذه ايش؟ اللي هي الماني تو 1 مرات بيسموا في الحاله هذه اللي ايش؟ اللي هي الميل بوكس بوك بوك اوكي ال 1 تو ماني ريليشن شيب اوكي هذا بيفيد لما يكون في عندك سندر بيبعث لكذا ايش لكذا لكذا ريسيفر اوكي لكذا ايش ريسيفر بيبعث بيعمل برودكاستنج بيبعث مسج لكذا ايش لكذا ريسيفر
الماني اللي هو 80 زي ما شفنا ممكن يكون عندك تطبيق يكون في كذا ريسيفر وفي كذا كلاينت الناحية الثانية وكذا سندر بيحطه في الميل بوكس وكذا ريسيفر بياخذه من ايش؟ من الميل من الميل بوكس. والميل بوكس في الاخر ايش بيكون الميل بوكس؟ يكون صم بفر بفر في الغالب يكون تحت الكنترول. مين بيعمل الكنترول؟ الاوتيك سيستم نفسه اليور اريا تبعت مين في الادرس بيس تبع مين؟ الاوتيك سيستم. صباح مكون من سلوتس ما بيساعد مثلا 100 مسج اوكي اوتيل زي اريا مثلا بس بيكون كل اليمنت اوبجكت يعني بيساعد مسج كبيره الكنترول مع كذا حنشوف مكوناتها بالك بيساعد كذا ايش؟ كذا مسج يعني في الاخر ايش؟ الميل بوكس ايش؟ زي بفر ايش؟ بفر عشان تحط فيه اللي هي مسج. اوكي ماشي. طيب الميل بوكسز فيها نوعين، فيها كمان فيها ستاتيك اند ايش دايناميكس. يعني مرات قلنا احنا مرات بيسموها بورت بيكون في عندك يعني مثلا كذا كلاينت وفي سيرفر بيستقبل من الكلاينتس بيسموه في الحاله هذه الميل بوكسز ايش از بورت. فتا وقت ايش بنعمل؟ لما السيرفر بوكس تنعمل از كرييتد بنعمل معها كمان مين؟ الميل بوكس وبيصير تبع مين؟ اللي هو البروسيس تبع اللي بيسموه ايش؟ بورت. والستي بضل مصاحب له لغايه ما تخلص البروسيس يعني ما بينفصلش عنه. دائما الميل بوكس مربوط بايش؟ البروسيس اللي بالسيرفر مثل اللي ضربته تمام؟ خلال ما هي البروسيس الزراني ما بيجيش اوقات انه بنفصل بنفصل عنها ديتاتش وبعدين كونكت اند ديسكونكت ديسكونكت اند كونكت تمام؟ دائما ايش؟ خلاص بضلوا مصعب هنا لغاية ما يصير لها اللي هي termination. اوكي اوكي وبالتالي في الحالة هذه ضربنا مثال على انه متى بيكون اللي هو اللي هو استاتيك مش هيك ولا اوكي. برضو في الوان تو وان بيكون ايش؟ استاتيك اند بيرمننت اوكي اند ايش بيرمننت. يعني لما يكون جاست وان سنتر ادون ريسيفر قلنا كم وين ميل بوكس يكون بين تمام واحد وانس واحد منهم واحدة من از ديسترويد خلاص اتجاز ديسترويد وبياخذوا الروبوتك سيستم بيحطوا على جنب يعني بيصير مش تبع على هذا ولا هذا. اوكي اوكي لكن في غير الستاتيك اللي يكون دايناميك. يعني مثلا لو كان في عندي كذا سندر ممكن يبعث للميل بوكس او كذا ريسيفر اوكي ساعتها السيرفر اللي حابب يبعث للميل بوكس بيعمل كونكت مع الميل بوكس في الاول بيعمل ايه؟ كونكت. وبعد بشوية حابب يعمل ديسكونكت بيعمل ايه؟ ديسكونكت تمام؟ كان يعني شرط على اللايف تايم تبع البروسيس الميل بوكس يكون السندر يكون متصل بالميل بوكس او الريسيفر. في اوقات بيكون عامل كونكت وتاني بيقدر يستخدمه اوقات عامل ايش؟ ديسكونكت بيقدر ايش؟ ما يستخدموش لازم يستخدموش. هذا ايش بدي ادفانتج لايش؟ المرات هو ممكن يكون حاط ليميتيشن لكم سيرفر ممكن ات تايم يستخدم الميل بوكس هذا بس ليميتيشن 10 اوكي. طيب لو في لقيت رقم 11 بده يستخدم الميل بوكس يمكن 10 حاليا متصلين بس مش مستخدمين. فلو الواحد وقت لما بده اياه يعمل كونكت بدوش اياه بيعمل ايش ديسكونكت عشان يدي الفرصه لغيره على انه يعمل كونكت يعمل ايش؟ كان فيها كمان ادفانتج جينها برضو. ايش الادفانتج؟ لان لو الاوبريتنج سيستم هو في الاخر في الغالب بيكون الميل بوكس مملوك لمين؟ للاو اس. لو الميل بوكس از دايناميك ولقى ما حدش بعامل يعني في الاول كانوا عاملين كونكت كذا واحد بعدين عملوا ديسكونكت فصلوا ولقى الاو اس ما فيش حد مش لاقي الميل بوكس هذا بدل ما يعملوا ديستركشن يدمروا وخلص ويشيلوا ممكن يعملوا ريسايكلينج. لو بروسيس ثاني قالت بدي ميل بوكس بدي ان ميل بوكس كنت اوريدي معمول خلي بالك ان الاوبجكت كريشن بياخذ وقت صح ولا لا؟ لازم اعمله كريشن من اول وجديد
صح هو ولا حد موصل معه، بخليك على جنب طلب الميموري موجوده، بخليه على جنب الاوبجكت. لو ليت هون واحد طلب كريشن للميل بوكس تمام، ساعتها بلاقيه موجود، بقول له خذ هاي الميل بوكس، هاي الميل بوكس ايش بيوفر في الوقت اللي هو فيه. مظبوط ولا وفر الوقت ايش اللي هو فيه. زي يكون عندكم مثلا في المطبخ في كذا طقم كوبايات، يقولوا اللي بيكون نازلين طقم طقمين وبس بمشي العيله. مظبوط ولا؟ لكن لو اجت ضيوف فجاه في مناسبه وكذا، لما فيش مرات بيصير في تلاقيش ولا ايش بتبعت الولد بروح شنو طقم مثلا بروح 10 شكل بيجي الولد بس تكست تايم عشان يعمل السيت اب ويعمل ايش. مظبوط ولا؟ لكن لو في دولاب في الخزان على في شيء على طول بيطول كذا وهذا مش هذا اللي بيصير؟ هذا اوكي بقى تمام. طيب في قضية حكاية الاونرشيب، المين البوكس مملوك لمين؟ تمام. في حالة البوكس زي المثال تبع السيرفر بيقول لك it is owned and created by receiving process. بمعنى البروسيس لما يحصل لك كريشن بتعمل الريسورس البدائيه، بتفتح ملفات بتعمل بوكس، عملت بوكس يعني ميل بوكس، تطلب من الاسم بيقول اعمل لي بوك، له اسم بيعمل لك بوك بيقول خذ هاي البوك ايش، ضلوا معها ستاتيك تمام. وبالتالي الاونر تبعه مين؟ اللي هو البروسيس. الاونر تبعه مين؟ البروسيس. طب متى الميل بوكس از ديسترويد؟ لما بضلوا طول اللايف تايم تبع البروسيس لغايه ما البروسيس حصلت ايميل يحصل ايش؟ انزل ساعتها الميل بوكس ايش؟ از ديسترويد. ايش؟ ديسترويد تمام. لكن مرات بيكون الاس هو المالك تبع الميل بوكس تمام. يعني البروسيس بدها مثلا ميل بوكس، بقول لها عن طريق بريمتيف بتقول للاس انا بدي ميل بوكس تمام، بيعمل لها. لكن مين الاونر؟ بيكون بعد سويتش تبع مين؟ الاس. اوكي. بحيث ليتر اون لما البروسيس از ترمينيتد الميل بوكس از نوت ديسترويد، بيضل الميل بوكس على جنب تبع الاس. ممكن الاس دي لايش؟ لحد تاني اللي ايش؟ لحد اللي هو تاني. اوكي. المسج فورمات. طيب قلنا هل قد حيتبادلوا الانفورميشن عن طريق مسج، حيعمل كوميونيكيشن انتر اكشن عن طريق ايش؟ كوبريشن عن طريق اللي هو مسجز. ايش المسج فورمات؟ تعتمد على الاهداف اللي هو المسج. اوكي. وبعدين هل وذر المسجز حتستخدم على سنجل كمبيوتر وعلى السويت ولا بيدفع على السنجل وعلى ايش؟ على السويت بشيك ولا على لوكال او ايش او ديستريبيوتي. مرات بتكون المسج بتكون مثلا شورت، طبيعه التطبيق سام شورت مسجز، وممكن تكون فيكست لينك عشان يقلل البروسيس اوفر هيد بروسيس اوفر هيد. ممكن مرات تنبعث في صوره فايل. اوكي. اوكي. لكن المور فليكسبل الفيريبل لينك مسجز، فيريبل لينك ايش؟ اللي هي مسجز. طلع على الفيجر التالي بدي لك الفورمات تبعت ايش اللي هو المسج اللي هي بتحديد الفيريبل لينك، بيكون مكونه مينلي من تو سيكشن، الهيدر سيكشن والبادي تمام. الهيدر فيه معلومات عن المسج زي المسج تايب، الديسيشن اي دي لمين مبعوثه، السورس اللي هو اي دي مين اللي باعت، المسج لينك انا قلنا فيريبل لينك، المسج لينك قديش البايت لينك تبعها، ممكن يكون في سام كنترول اللي هو انفورميشن هنا. هذا البارت الاولاني بيسموه ايش؟ الهيدر. وبعدين اللي هي الباقي هنا البادي المسج المحتويات المسج الحقيقيه يعني المحتوى الحقيقي بتاع المسج. واي فايل حتى لو كان هو في اخر الفايل او بعد كفايل كارتات او وات او وات ايفر بعد كمسج بيكون الفايل هو هيدر برضه، معلومات على الفايل مظبوط ولا لا؟ نوع الفايل الاونر تبع الفايل ومتى كريتد مش عارف ايش القصص اللي هي تمام. الاولاني السكشن الاولاني بيسموه الهيدر، وبعدين الكونتنت بيسموه ايش؟ البادي تبع ايش؟ تبع ايش اللي هو المسج. اوكي.
المسج تايب، لان ممكن يكون في انواع من المسجز. اوكي ممكن يكون في انواع اوكي من الكنترول برضو، من الكنترول فورميشن قلنا في كنترول في الكنترول فورميشن. يعني مثلا ممكن اللي هو اللي يكون في سام بوينتر منها بيعمل مسجز، بيعمل منها اللي هو لينك ليست لما بيستقبلها تنحط في الميل بوكس او 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 بيستقبلها الريسيفر، ممكن يشكل منها ميل اللي هو اللينك ليست. اوكي او بيكون في المسج اللي هو رقم للمسج. اوكي مسج 1 2 3 4 لما تبعث المسجز. اوكي درست نتوركينج للفصل هذا ولا لا؟ المسج في ال لو تبعت مثلا فايل في حالات كتير اذا كبير الفايل بتقسم لباكت، كل باكت عباره عن مسج، عباره عن ايش؟ عباره عن مسج، عباره عن ايش اللي هو مسج. تمام والمفروض كل مسج تترقم لها سيكونس نمبر 1 2 3 4 5 6 7 عشان لما توصل للسيكونس تجمعها بالترتيب المطلوب. يعني لو هذا من بداية الفايل الأولاني الصفحة الأولانية المفروض تكون هي الأولانية والثانية الثانية. الأولانية في الأولانية حطها المسج الأولاني بعد هذا المسج 1 2 3 عشان يعرف الريسيفر ايش يرتبهم. يعني هذا المقصود مثال على كنترول انفورميشن، يكون في سامبل انفورميشن بتفيد مين اللي هو الريسيفر، بتفيد كمان ايش اللي هو السندر. اوكي كيوينج ديسبلين طيب المسجز لما تنبعث تنحط في الميل بوكس او تنحط في سام بفر كيف يتم استلامها؟ تمام السمبلست كيوينج ديسبلين انه يستلمها فيرست ان فيرست اوت. اوكي اول مسج انبعثت اول مسج ايش؟ تتاخر. هذا ايش؟ الديسبلين السمبلست. اوكي لكن مرات هذا بيكفيش بالغرض او مطلوب. مرات بيكون مصاحب للمسج من ضمن الهيدر انفورميشن بريورتي. تمام اوكي او ممكن مرات يعتمد على المسج تايب او على او واخد بالك فاهم كيف. وبالتالي ممكن الريسيفر لما يجي يسلم اوكي يسلم في الاول المسج اللي لها الهايست بريورتي، او يكون حابب يسلم مسج بتايب معين مش اي مسج طيب ايش معين. بالتالي بيفيد في الحاله فيرست ان فيرست ايش فيرست اوت. مرات يكون في كومن ميل بوكس زي ما شفنا ويكون في كذا سندر وكذا ايش كذا ريسيفر، ممكن بيكون في ريسيفر بيرسل من سندر معين لازم يطلع يشوف مضبوط ولا لا. هو مش هو اللي بيطلع الريسيف نفسه كول، هي عباره عن كول، عباره في الاخر عباره عن ايش عباره عن كود جزء من الاوبتيك سيستم. يعني كانت تكون في الاخر سيستم كود الكود على الريسيف بس لابد يطلع بيقدر يعرف كل مسج مثلا هو بده المسج اللي جاي من سندر 10 وين في 10 هذه 10 هذه الي هذه الي بروح بيبرهم بياخذ من ال 10 او هو بده مثلا من مسج من تايب معين. تمام ساعتها بيطلع في الميل بوكس 10 مسج بدوش كل ال 10 التايب اللي بيهم بيطلع على ايش على التايب اللي هي فيلد في الهيدر اذا هذا من التايب اللي بياخذ ايش منه. بالتالي بيكون هيك افيد مش هيك ولا من الفيرست ان فيرست ايش فيرست اللي هو اوت. اوكي طيب بدنا نشوف هالقد كيف نفرض الميوشال اكسكلوجن باستخدام ايش اللي قلنا المسج ممكن يستخدم في الديستريبيوتد سيستمز وعلى الشيرد ميموري في سنجل سيستم سنجل ايش سيستم. كيف المسجز تمام ممكن تستخدمها تو انفورس الميوشال اكسكلوجن على السنجل سيستم. تمام على السنجل ايش سيستم لو انا مستخدمها تو تو بروسيسز في نفس السيستم لوكال. اوكي هنشوف هالجيت كيف بيتم. خلينا في الاول نشوف الباراجراف هذا عشان نخلص من ايش من كلامها وننقل ايش للفيجر. هنا هنستخدم لوكينج ريسيف. لوكينج ايش؟ يعني لو ما فيش مسج ايش هيسوي ريسيف ويل بي بلوكت. ونان بلوكينج ايش سند قلنا هدول الكومبانيشن هذه مشهوره نان بلوكينج سند وبلوكينج ايش ريسيف. نان بلوكينج سند يعني ببعث وبرجع على طول، لكن بلوكينج سند هل بيرجع ولا بيرجع ايش؟ لا ما لا متى بيرجع ايش؟ لما بيسلم
اذا فيش مثال لكن في رساله بيرجع خلي بالك البوكينج ريسيب اذا في رساله اتريتيرز بياخذ رساله وبيرجع لكن اذا ما فيش استنى لغايه ما يستلم استنى لغايه ايش اللي هو ما يستلم وعينه حيستخدم البوكس لكن في الميل بوكس الناس هيحط فيه سينجل مسج يسميه نل مسج زي التوكن كده زي التوكن اي بروسيس بتخش لكريتيكال في الاول بتعمل ريسيف لو مفيش مسج معناته ايه معناته زي بلوك معناته في غيرها بيكون خاشش لكن لو في مسج بخدها ايش وبيرجع عادي امتي مسج نل مسج بخدها وصفاتها صار البوكس شماله فاضي صار فاضي ده لو حد تاني حاول يعمل ريسيف ايش حيصير له؟ لا مش هيقدر يخش على الكريتيكال سكشن شكوى مش هيقدر يخش على الكريتيكال ايش اللي هو سكشن تمام؟ بالتالي لو بروسيس عملت ريسيف واخذت مسج بتقدر تخش على ايش؟ الكريتيكال وتشتغل بس في الاخر تمام؟ لما تخلص من الكريتيكال لازم ايش؟ تبعث المسج تراجعها لمين؟ للميل بوكس تراجع المسج للميل ايش؟ خلينا نشوف ايش اللي هو الكود طلع الكود اول شيء عندك هذا الان عدد البروسيسز ممكن يستخدم اي عدد من البروسيسز لفاضل مش اكسكيوشن اي المين عامل كريشن لمين الميل بوكس اسمه بوكس وبعدين راح في الاول حط في الميل بوكس نل مسج سن بوكس نل حطه وين في الميل بوكس نل مسج هذه توكن بس نقول يعني مسج وهمي وجودها لو حد تاني حب يخش على الكريتيكال حيعرف يسلم نال مسج فيش فيها داتا نال مسج بس مجرد انه استلم وعمل ريتيرن معناته ايش فيش حد شغال بالايش بالكريتيكال عمل بعدين كريشن لا ان بروسيس بي 1 بي 2 لغايه بي ان نجي خلينا نشوف اللي هو الكود طلع الكود تعال بروسيس ايش الشكل تبعه عندك ان بروسيس كل بروسيس الى شكل التالي الى ايش الشكل اللي هو التالي طلع ورقه واكتب اسمك على السريع حد طلع ورقه وين ايش بيسوي هاي مسج لوكال ام اس جي وين ترو طيب هنا بيعمل ريسيف اول مره لو هذه اول بروسيس تعمل ريسيف هل حتعمل بلوك ولا حتاخذ المسج اللي ينظر وحترجع وصار الميل بوكس ايش ماله امتي وحتش بالكريتيكال لو هي في الكريتيكال اجى انتربت وبروسيس ثاني اجى تعمل ريسيف هل حترجع ريسيف؟ لا ايش حيصير لها؟ لا حيصير بلوكينج يعني ضمننا انه هذا ايش؟ حتكون لحالها بالايش؟ بالكريتيكال وبالتالي فرضنا المشروع سيكولوجي لغايه ما هذه بعد كده تتخلص من الكريتيكال وتعمل سم بعد هاي بعتت مسج ثاني نفس النظر لقيت الثاني صار بلوكينج السند هذه حتصح الايش اللي كانت عم بوكينج على الريسيف اوكي حتسلم الرساله النل وترجع بالتالي ثاني حتقدر تخش على مين على الكريتيكال سكشن بالتالي قدرنا وبالتالي قدرنا نفرض الميوتشوال سولوشن باستخدام ايش المسجز تمام اوكي طيب بدي اسالكم اللي هو سؤال هنا مش مبين ولا جاي بصير طب هو لما البوكس يعني ميل بوكس هتكون سم اوبليك شير بتوين هذه وهذه تمام وفي هذه بتعمل سند وهذه بتعمل ريسيف بترجع سي عشان تمشي بتحط سم ايتم بتعدل في سم بيانات مش هيك ولا هذه بتاخذ يعني they access they are accessing and reading and writing modifying the same ايش اللي هي شيرد اوبجكت بل في عليهم ريس ممكن يصير فيها وتالي نفس الميل بوكس is critical. طب كيف بنحمى هذا الميل بوكس نفسه؟ كيف بيتم حمايته من انه انه ما يصيرش فيه لخبطه زي اللي وصفناها طول الشابتر؟ ايش بيستخدم؟ هو احنا لما حتكون في المسج الاي دي تبع الريسيفر لا مش لسه انت ما فهمتش السؤال. لكن الاوبجكت الميل بوكس ايا كان تفاصيله هو اوبجكت. something share مين اللي عمله access in processes هذه وهذه وهذه طب واحدة عمالة شغالة عملت سن
ولسه ست ما خلصت. اجت واحدة صار التضبط راح السي بي يو شغل واحدة ثانية. راح تعمل ترسيب. تمام؟ والسيم ديس هذيك ما خلصت. طب هتصير حصير الاثنين ات ذا سيم تايم يكون كانوا شغالين على نفس الاوبجكت ممكن يخرب الشغل بالاوبجكت. بيضيفوا في الكود تبع السن وتبع الريسيف في بدايته بيستخدموا التكنيكس اللي اخذناها زي سواب اند كومبير عشان يضمن يكون السن اند ريسيف ار ايش ار اتوميك ار ايش اتوميك. اوكي دائما كل التكنيكس هذه اللي بشكل كونكرنت من غير ما يقول لك ليتر وبعد كده تحط في راسك انه انت من يعني الكود تبع الريسيف خلص والسن بصير ابلايد بيشتغل التكنيكس تبع مين اللي احنا اخذناه وبالذات مثل كومبير اند سواب. والهاد طبعا قلنا في كذا تكنيك في سوفتوير وفي هاردوير لكن احسنهم من الكومبير اند سواب او الاكستشينج الحاجات هذه. واضح؟ اوكي ماشي. هنا نخلص البارتين. تمام هيك؟ اوكي ماشي. يعني بالطريقة هذه لو في بروسيس شغالة بال عملت ريسيف ولا لو في مسج بتاخدها مش هيك ولا التانيين ار ايش بلوك ما يقدرش يخشوا على الكريتيكال مش هيك ولا لو المسج كيو اللي هو قصد الميل بوكس از امتي والتانيين حاولوا يعملوا از امتي وفي بروسيس كان بيستنى على الميل بوكس اول ما تيجي رساله جديده بياخذ مثلا الواحده من البلوك وليكن الاولانيه فيس اوت بيعملها ايش انا بلوك وبتكمل ريسيف ايش اللي هو تبعه بتكمل ريسيف ايش اللي هو تبع هنشوف سوليوشن تبع اللي هي الباوندد بفر كومبوزيشن يكون سوى بروبلم كتبتوا اسماءكم اوكي ماشي هيستخدم تو ميل بوكسز اوكي اللي بديوزر حيبعت الداتا بعته على مي كونسيوم على الكونسيوم اللي هو ميل بوكس تمام وبالتالي طول ما في مسجز في الـ في الـ في المي كونسيوم ميل بوكس الكونسيومر بياخذ اوكي خلينا نشوف الكود اسهل طلع الكود هاي كونستانت انتجر كاباسيتي هذه الكاباسيتي تبعت اللي هي البفر سمثينج تكتبيه هنا وبعدين اللي هي النل سم نل مسج اوكي طلع الكتاب نشوف الاول المين طلع المين المين عمل كاش الامين للميل بوكس تمام الاولاني سماه ميل بروديوس تمام وعمل كرييشن لمين للميل بوكس تاني سماه الميل كونسيوم وبعدين لاحظ في اللوب هذا فور اي بيساوي واحد واي اقل من كاباس اي بلس بلس سن ميل بروديوس حط في نال مسجز حط في نال مسجز ايش فايدته هذا لانه البروديوس زي ما حنشوف هالجيد قبل ما يحاول هو يحط ايتم في البفر لازم هيعمل ريسيف على مين بديوز يسلم نال مسج نال توكن تمام لاحظت في الاول عباه في الاول كم مسج هنا في اللوب هذا كم مسج عباه المسج لكن امتي مش هيك ولا كل ما بيوصل بده يحط ايتم لازم يسلم نال مسج بدال تمام هي بيعمل شوف كيف بيعمل ريسيف من مين بديوز تمام نال مسج اوكي اذا استلم من المسج معناته بقدر احط مسج جديد بعمل بديوز المسج وحطها ايش بس بحطها وين مسج في الكونسيوم الكونسيومر كيف بيشتغل تمام بيشتغل على الميل كونسيوم ريسيف ميل كونسيوم اذا في شيء اتس نوت بلوك بيرجع اذا ما فيش شيء ايش بلوك بيستهلك تمام اللي هي المسج لو في شيء بس في الاخر بيش بيبعث نل لمين للميل بديوز اشاره للبوزع اللي بقول انا اخذت مسج تمام لو البفر اصلا اللينك تبعه 100 تمام والبوزع بده يحط مسج حيسحب اول واحده نال بضل كام
99 نل وحط ايتم في المي كونسيوم. لما يجي كونسيوم يشتغل هياخد الايتم في المي كونسيوم، بس لما يخلص هيبعت نل جديد لمين؟ للمي فلوس، هيصير بدل 99 هيرجع لكام؟ ل 100. اي نعم، هذا فرق. في الاول الجزء بيعبي في الاول البفر بنل ايش؟ المي جزء بنل ايش؟ نل مسجز. طريقة هذا بيعمل سوبرزيشن عشان لو هو سحب اخذ اول نل وحط الايتم بكونسيوم ما حط ما خدش شيء، وهذا الثاني والثالث حيسحب ال 100 ايش نل. بعد ال 100 لما يسحب 100 لما يحاول يسحب 101 هيقدر حصير بلوكينج لغايه ما الكونسيومر ايش ياخذ ايش ويبعت نل جديد مش شكوى ولا واضح، يبعت نل ايش اللي هو جديد. اوكي اوكي، تاني السوليوشن هذا ممكن يستخدمه مع اي عدد من بروز اند ايش اند كونسيومر مش شكوى ولا. اي نعم ممكن يستخدم كمان على سبوت السيستم، مش شرط يكون سنجل سيستم. تمام، ممكن يكون البروديوسرز في ناحيه والكونسيومرز ايش في ناحيه. اوكي واضح. اوكي ماشي. طيب ماشي، ما انا جاي بكلمك.